يمتلك كوكبنا موارد هائلة، ومع ذلك نستغلها ونسيء استخدامها ونهدرها على حساب الجميع. خلال أول برنامج إقامة فردية فنية، كان الهدف هو استكشاف جمال الماء باستخدام الورق المهمل لمواجهة مفاهيم الثقافة المترسخة للإنتاجية الزائدة وإنشاء فن بروح الاستدامة. عندما انتقلت إلى دبي قبل عام ونصف، وجدت نفسي غير قادرة على التخلص من الأكياس الورقية التي وقعت بين يدي، لذا بدأت في تقطيعها واستخدام الخلفية كسطح للرسم، مما عمل بشكل مدهش. ومع ذلك أردت أن أتابع هذا الأمر لرسوماتي بالماء، لذلك قررت التركيز على شكل دائري. الدائرة شكل ذاتي الاحتواء ورمز عالمي للأنوثة والخصوبة والطاقة الإلهية، وهذا ما ارتبطت به بصلة استدامة، واخترت استكشافها داخل ممارسة الفنية. إن عملية تمزيق الورق، تدمير مادة موجودة لإعادة تشكيلها إلى شيء جديد، كانت تثير اهتمامي. بالمثل، يحمل اللون الأزرق رمزية مرتبطة بالماء والسماء، حيث يرمز إلى شمولية الأفق والسلام الداخلي والهدوء والانسجام. هذه المفاهيم للنهوض من جديد والوحدة كانت أفكاراً أردت مزيداً من التحقيق فيها. الأكياس الورقية هي جزء من فني منذ أن وصلت إلى دبي. إنها مادة كانت بين يدي تقريباً كل يوم، وبناءً على ذلك بدت لي فكرة صنع حقيبة تسوق ضخمة كضرورة خلال وجودي في منزل تشكيل الفهيدي رقم 10. إنها بالضبط 6 مرات أكبر من حجم حقيبة كارفور الورقية. يتناقض الأوراق المنسوجة المستدامة المحلية من نخيل الداخل مع التشكيلة الهائلة من الحقائب التي جمعتها من الجيران والأصدقاء وأعضاء تشكيل. تم قطعها ولصقها إلى شيء جديد تماماً، بالإضافة إلى الأعمال الفنية الصغيرة بألوان مائية. في الحياة مراراً وتكراراً يتعين علينا التخلي والإفراج عن شيء ما حتى يمكن لشيء آخر أن يظهر وينمو. إذا فشلنا في تحسين تصرفاتنا وتقبل الغير، سنظل في وضع الثبات. وعبارة ترافقني لسنوات عديدة هي: التغيير يمكن أن يكون الفرصة. أتمنى من خلال هذا المعرض أن يرتبط الآخرون بالقضايا التي احتلت بالي للأشهر الأخيرة، وأن يختاروا إجراء تغيير إيجابي في طريقة حياتهم.